عمرو جاب الله غرامة بوطيب، وهل ستتمكن الإدارة الجديدة من حل القضايا بقى المعلقة دي كلها؟ النهاردة وصل الزمالك خطاب من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم خالد بوطيب 1.9 مليون يورو، يعني 2 مليون يورو. تغريم الزمالك؟ تغريم الزمالك بخصوص خالد بوطيب. بخصوص خالد بوطيب، الزمالك الاتجاه داخل النادي ان هو يقدم استئناف في المحكمة الفيدرالية. الاستئناف مش هيعمل اي حاجة غير ان هو ممكن يعطل القرار لفترة، او يعني زي الحكايه بتاعت كهربا كده، حيثيات زي الحكايه بتاعت كهربا كلها بتأجل بس كده هتدفع، كده كده هتدفع حيثيات. هي المشكله ان الزمالك في اخر كام سنه، انت لما تيجي تتكلم على مجموع غراماته هو تخطى ال 7 مليون يورو لو اكتر من اللي انت اديتهم للعيبه اصلا. 7 مليون يورو ده رقم ضخم جدا يعني. ولسه في غرامه جايه تانية اللي هي بتاعت باتشيكو، يعني جايمي باتشيكو في قضيه، هو الزمالك متوقع خلال الفتره اللي جايه كمان يوصلوا حكم جديد بتغريمه ما يقرب من 700-800 ألف دولار. ليه يا ابني بتقول الاخبار الحزينه دي الجمالي ده؟ فلوس كتير قوي. فهي الفكره ان ملف القضايا في الزمالك بعد الانتخابات هيتعمل حاجتين. اول حاجه هيتم فتح باب تفاوض مع الناس اللي لهم فلوس، بحيث لو في امكانيه لجدوله الامور يتم جدولتها. ما فيش امكانيه، الزمالك هيقفل كل القضايا اللي عنده السنه دي، كل القضايا القديمه، كل الغرامات اللي جت على النادي هتتقفل تماما، بحيث ان هو يبدا صفحه جديده بقى مع الاتحاد الدولي في الملف ده. واي لاعب يعني هيخرج من نادي الزمالك الفتره الجايه لازم يتم انهاء التعاقد بشكل احترافي بنسبه 100%. ده من ضمن الخطط الخاصه بالمرشحين، ان اي لاعب هنخلص معاه لازم يمضي على ورق ان هو انهاء التعاقد، حصل على حقوقه، استلم كل حاجه. دي في بعض الاحيان ما كانت بتعدي في واحده ولا في الثانيه، فكانت بتعمل صداع في نادي الزمالك. ممتاز.